روسيا حقيقة حمدي من أحسن العلاقات اللي موجودة، والرئيس عمل علاقات. بص، ملف السياسة الخارجية مع مصر مفيش فيه غلطة حقيقي، الحمد لله. عملنا علاقات كويسة جدا مع روسيا، عملت لنا المفاعل النووي، عملت لنا المنطقة الاستثمارية، ادتنا سلاح. احنا عايزين نشوف الفيديو اللي جاي في مؤتمر بوتسبورج، وكان بوتين مع الشيخ محمد بن زايد وبيتكلموا على مصر، نسمعه. يعني اعتقد الحوار ده كافي كافي عن اي كلام، كافي وشافي وشافي، ويبين وبليغ مصر وصل ووصل. ماشي، نروح للعلاقات المصريه الفرنسيه. والنهارده النهارده كان على شرف السيد الرئيس مائده مدها الرئيس ماكرون في المؤتمر. تمام. من اقوى العلاقات لمصر في الخارج فرنسا. عارف الرئيس خلال فترة زيارته، في فترة حكمه، راح فرنسا كم مرة؟ 9 مرات، منهم 7 مع ماكرون. ماكرون واقف معانا كويس جدا في مشكلة البحر المتوسط ومشكلة ليبيا، ودي مهمة قوي قوي. احنا شارين طبعا الرافال، المسترال منه، الفرقاطات. انا اعتقد الوقت كده هيعدينا. سريعاً. انا عايز اعدي بقى على امريكا. اتفضل. بس أمريكا. سريعا برضه. سريعا. لا، انا عايز اعدي على امريكا بقى بسرعه. اخر حاجه اللي هو الفيديوهات. درس عايزين نتعلمه يا حمدي. في شهر مايو 2011 بعد 25 يناير. امريكا عملت مؤتمر علشان دروس المستفاده من الحريات اللي عملت في الشرق الاوسط. اتكلمت فيه كونداليزا رايس. يا ريت نطلع الصوره اللي بالاصفر، تمام، اللي بعديها الفيديوهات. هنسمع دلوقتي كونداليزا رايس وزيره خارجيه امريكا بتتكلم عما حدث في 25 يناير. تفضلوا. مش نقف هنا. كونداليزا رايس بتقول: من الذي اسقط صدام حسين؟ امريكا. اوفرثرو، اسقطنا صدام حسين. نشوف بقى الفيديو اللي جاي عملت ايه مع مصر. اتفضل. تخيل يا حمدي، 50% من المساعدات الامريكيه ادوها لجماعات وجمعيات غير مسجله في مصر، وكانت ضربه على وجه الحكومه المصريه. اذا كل الجماعات اللي كانت في صربيا وجات بتتدرب بره، جت مصر وخدت 50% مساعدات لهم. شوف بقى الكارثة في الحوار اللي جاي. ما راحش امريكا 6 سنين، ملوش دعوة بالعلاقات الفلسطينية، ولا وكان له علاقة بصناعة الثورة. عرفت يا حمدي من الذي صنع ثورة 25 يناير في مصر؟ احنا وده مين؟ كونداليزا رايس بتتكلم وجورج بوش الابن قاعد تحت. احنا مش بنقول الكلام ده النهاردة عشان نحكي حكايات تاريخ، عشان ما يتكررش تاني، وعشان نقول ان 30 يونيو انقذت مصر من السقوط، وما قبل 30 يونيو كان شارفة على السقوط، اما الان فهي في مرحلة النهوض، والنهوض عناصر كثيرة جدا، ولكن في النهاية هناك قائد حقيقي موجود بالفعل زي ما سيادتك قلت في بداية الحلقة. بعد 100 سنة سيذكرون ان الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اسقط الخلافه الاخوانيه. انا شاكر لسيادتك المفكر الكبير اللواء الدكتور سمير فرج، والحقيقي متشكر لكل من يشاهد هذا اليوم العظيم ويشارك فيه.